شكرا كثير. سلمى خانم، في ضيف بانتظارك. عن جد؟ حضرته قاعد بالصالون. شكرا كثير. كنان؟ مرحبا. اهلا وسهلا. شو تفاجأتي؟ ما توقعتك توصل بهالسرعة. بس أنا ما وصلت بسرعة، لأنه كل ثانية بعيد عني كأن عمره بحاله. كتير انبسطت بجايتك. وأنا شو رأيك نتعشى على شرف جماعتنا مرة تانية وبمطعم بجنن كتير على شاطئ البحر؟ أنا موافقة. خلاص اتفقنا؟ اتفقنا. رح نشرب بصحة سعادتنا. بصحة سعادتنا. أول مرة بشوف إنه اسطنبول حلوة كل هالقد. اسطنبول أنسب مكان لتعيشي فيه. كنتي ما بدك تواجهي ماضيكي، وكنتي خايفة كتير. شو صار؟ وجودك هون باسطنبول كيف أثر فيكي؟ عرفت إنه الواحد ما لازم يفكر بالماضي أبداً. أنا صرت كتير قوية وقدراني واجه أي مشكلة، وهذا الشيء كله بفضلك أنت. كتير انبسط. والمعنى؟ منقدر إنه نضل باسطنبول وانت بتكمل شغلك يلي هون. انا ماني بحلم، مو هيك؟ مانك بحلم. وهلا رح تقبلي الخاتم وتقولي لي انك موافقه تتزوجيني. أسعد وأكثر إنسان محظوظ بالعالم. وأنا مبسوطة كتير. طيب شو رأيك نكتب الكتاب على السريع؟ بس قلي ليه مستعجل كل هالقد؟ لأنه بدي تصيري مرتي بأقرب وقت. بدي أعمل عرس كبير. لازم كل الدنيا تعرف إنه نحن تزوجنا. يعني ما بعرف، أنا كنت مفكرة إنه نتجوز بس بدون هالأمور. أنت بتعرف أنا مالي صغيرة. مو مهم، أنا اللي بيهمني بس مشاعرنا تجاه بعض. لا، أنا مصر كتير وبدنا نعمل عرس. أنت ما تفكري بشي أبدا، تركي علي. يعني ارتاحي وفكري شو حابة تلبسي وبأي صالة حابة تعملي العرس، وأنا علي الباقي. لا بس رح تضطر إنه تنقل شركتك على اسطنبول، ورح تكلفك كتير، واحتمال ما يكون في عندك وقت. مثل ما قلت، أنت لا تفكري بشي، هذا شغلي. لا ما بيصير، مدام نحن رح نتجوز أنا من واجبي وقف جنبك كمان، وما رح أتركك لحالك، رح نظبط أمورنا سوا. بس بعد ما نتجوز أنا اللي بدي قرر وين بدنا نعيش ونستقر. ماشي؟ طيب مثل ما بدك. أنا ما عاد بدي أعيش بالفيلا القديمة. مثل ما بدك. هلا اكيد فكرتي انه ترجعي على شركتك منشان تستلمي الاداره وتمشي الشغل بنفسك بما انك صرتي باسطنبول. لا ما غيرت رايي بهالخصوص. نحكي بعدين بالموضوع. بصحه سعادتنا. صحتك. كانت السهرة كتير حلوة والأكل طيب. شكراً كتير. أنا بشكرك لأني انبسطت كتير. ليش ما بتنزل معي بهذا الأوتيل؟ ما بيصير، إذا شافونا مع بعض بيحكوا علينا. لسه ما تزوجنا. دمك خفيف. في إلي صديق من أزمير نازل عنده بالأوتيل. أي أوتيل؟ تبي باشي بشارع الفنادق. هاد الأوتيل كتير حلو. ماشي، تصبح على خير. وانت بخير.
ايش بدك؟ 6 ليرات بكفيك 5، اصلا المشوار قصير. استغفر الله. يا معلم بستحق القنينة. الله يخليك. شو لاني متطقم ومتعطر وقاعد بهالاوتيل فكرت انه معي مصاري ومليونير؟ ايه انا اضرب منك، بس ما حدا بيعرف بنوم. اه شو قلتي، موافقة؟ بتطعميني وبتحترمني واللي عملت مني رجال صفى لها القليل القليل. الو ماشي هاتو. الو برو مرحبا، قلت لا اتصل واطمن عليك. والله انا بحالي عجيبه غريبه. برأيك ما صار الوقت اللي استقر فيه باسطنبول يا صاحبي؟ شو رح تنقل الشركة على اسطنبول يعني؟ شو رح تنقل الشركة على اسطنبول يعني؟ ايه وهاي المرة يا صاحبي بدنا ندير شركة عن جد، مو شركة مزورة وما لها وجود غير على الورق. يلا تعال.